مستحيل الحياة فيها وجع، لكنها أقصر من إننا نعيش موجوعين. يوم الحياة أبيض وأسود، أني لون أكتر في حياتك؟ الاثنين. أنتي مرتبطة ولا مش مرتبطة؟ مش عارفة. زعلتي ليه من شيرين عبد الوهاب؟ خالص، أنا مش شفتهاش في حياتي. أنتوا مصطفى؟ خالص. إيه أكتر حاجة بتخافي منها؟ خاف من الضلمة، خاف من الأدوار العالية، من التحليل بتاعنا إحنا الطبي وعلى السيستم بتاع الكمبيوتر، يعني ممكن يبقى واقعي. أنت دلوقتي بكبرني مناخيري. لا، هو ده الكبيرة، هي ده الأساس. أنا مبسوطة جدا جدا إن أنا بتعرف عليك النهاردة. يا رب كده لغاية الآخر يعني، على الأقل. عقارب الساعة الثلاثاء 10 مساء على النهار.